الزي الخليجي يغطي ملعب نيوكاسل، وضغط وسوق سوداء لتذاكر النصر والهلال، ومدرج يسقط بمشجعين في هولندا. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، حياكم الله. خطف الزي الخليجي الأنظار في مدرجات ملعب سان جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل، بعد انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات السعودي خلال مواجهة النادي مع توتنهام. كما رحبت الجماهير بحرارة بياسر الرميان الرئيس غير التنفيذي للنادي الإنجليزي. يذكر أن المباراة شهدت توقفا بعد سقوط مشجع بعد أن فقد وعيه نظير أزمة قلبية لمدة 10 دقائق قبل أن تعود من جديد. فور تأهل النصر والهلال السعوديين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والحديث وحده عن المدرجات والتذاكر والملعب. وتأخر طرح التذاكر من موقع إدارة ملعب مرسول بارك بسبب أنباء تحدثت عن محاولة حماية التذاكر والموقع من الاختراق، وما نتاح الموقع الشراء حتى عجز عدد كبير من الجماهير من الوصول إلى المنصة بسبب الضغط الكبير عليها، ما أتاح توفر التذاكر في مواقع أخرى لبيعها بأسعار أعلى من المطروحة، وهي التي تبدأ من 75 ريالا وتنتهي 16500. انهار جزء من مدرج في ملعب لكرة القدم في هولندا بعد لقاء في الدوري المحلي بين NAC نيمجن وبيتيس أرنهايم دون التسبب في إصابات. وانهار الجزء السفلي من مدرج ملعب نيمجن عندما قفز عشرات المشجعين احتفالا بفوز فريق أرنهايم مع اللاعبين الذين جاءوا لتحية جماهيرهم بعد حسمهم الديربي. وبحسب الصور فإن حاوية كانت تحت المدرج منعته من الانهيار تماما، وما أن اطمأن المشجعون على سلامتهم حتى عادوا للاحتفال من جديد. من الفقر إلى النجومية وعالم الأضواء والمنافسة على الأفضلية في العالم، هكذا تناولت صحيفة الصن الإنجليزية حارس تشيلسي السنغالي مندي. الصحيفة ذكرت بأن مندي كان قبل 5 أعوام دون عمل بعد أن تم تفضي التعاقد معه من ناديه السابق في دوري الدرجة الرابعة الفرنسية، ليصبح رقما مهما في خارطة حراس المرمى حول العالم وأفضل حارس في أوروبا للموسم الماضي. واعتقد مندي شهريا ما يزيد عن 200,000 جنيه استرليني.